ده هو جوجو ساتورو، أقوى شمان في العصر الحالي صاحب الأعين الستة. وده هو رومي سوكونا، أقوى شمان في التاريخ. منذ بداية القصة ومنذ الحلقات الأولى علمنا جيدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحصل صدام بين الاثنين، ذلك الصدام الذي قد وصفه الجميع بصدام الأقوى، أقوى الصدامات التي رأيناها في تاريخ الأنميات. أتى ذلك اليوم في المانجا، إذا تقاتل جوجو ساتورو صاحب الأعين الزرقاء مع رومي سوكونا. إذا الاثنان بدأ في قتال متقارب، ذلك القتال الذي كان أسطوريا لأكبر الحدود. كان الاثنان يقدمان أقسام لديهما، وكان هناك بعض اليد العليا لجوجو ساتورو، ذلك الذي دفع سوكونا لاستعمال تقنيات غيره، وهي تقنيات فوشيغيرو، وتتمثل في الماهيغيرا ووحوش الشينيغامي العشرة. هناك إذن شاهدنا أن سوكونا اعتمد على قدرات غيره، تمكن من قلب الطاولة، والأكبر من ذلك لما ظننا جميعا أن جوجو قد انتصر، مات جوجو ساتورو وتم قطعه عن طريق سوكونا. إذن هنا بدأ السؤال الأبرز يطرح، هل مات حقا جوجو ساتورو؟ هل مات حقا صاحب المعجزات الذي نهض من الموت سابقا؟ فشاهدنا جميعا يا شباب أنه في ماضي جوجو تقاتل ضد شخصية أسطورية، أحد أعظم الشخصيات في القصة، وهو نفسه فوشيغيرو توجي. توجي هذا كان قويا لدرجة أنه تمكن من مباغثة جوجو ساتورو ودفع بساتورو إلى الهاوية. حرفيا في تلك الفترة تمكن من القضاء على جوجو. كان يظن توجي أنه تغلب على جوجو وعاد المنزل ليحتفل بالأمر، ولكن سرعان ما استيقظ الوحش. الوحش جوجو ساتورو لأول مرة يستيقظ بقوته الغاشمة يعود من الموت، وذلك باستعمال القدرة العكسية. هناك إذن عاد، والثمن الذي دفعه توجي هو حياته بعد استيقاظ جوجو ساتورو. إذن منذ تلك الفترة رأينا أن جوجو يعتبر الأقوى بدون أي منافس، ولم يتمكن أي أحد من الاقتراب منها منذ تلك الفترة. ولكن خلال القتال ضد سوكونا عاد ومات من جديد جوجو. هل يمكن لجوجو أن يعود مثل المرة الأولى؟ هل يمكن أن يستعمل التقنية العكسية ونرى جوجو ساتورو يعود إلى الأحداث؟ منطقيا يا جماعة هناك بعض التلميحات التي تؤكد أنه من الممكن أن يعود جوجو ساتورو إلى الحياة. كما تسمعون الآن، جوجو سيعود إلى الحياة. ولو نتمعن في كلام كوسيكابي في نهاية الفصل 253 من مانجا جوجوتسو كايزن، قال بالحرف الواحد، لدى جوجو حتى التقنية الملعونة العكسية التي استعادها من الوميد الأسود. هذا تأكيد لك أن جوجو ساتورو قد أصبح يمكنه استعمال التقنية العكسية. ومن جديد كما نعلم يا شباب أنه لما مات جوجو مات جزءه العلوي فقط، يعني تم شطره من المنتصف، ليس دماغه أو شيء مثل هذا، الدماغ لم يتضرر. وكما نعلم أن الكاتب جيجي في الكثير من المرات أكد لنا أن قدرات مستعملة الجوجيتسو الحقيقية ليست في جسده أو عضلاته أو شيء آخر، بل هي تتمثل في عقله. وعقل جوجو سليم لحد الآن، لم يصب بأي خدشة، حتى أن وجهه ظهر جميلا كالمعتاد. إذا من هذا المنطلق يمكن أن ندخل في النظرية التي تقول أن جوجو ساتورو سيستعمل التقنية العكسية ويعود إلى الحياة من جديد هذه المرة، وذلك من أجل المساعدة في إسقاط رومي سوكونا وإسقاط جينكاكو. هناك بعض المعارضين الذين يقولون إذا كان جوجو ساتورو سيعود، فلما عسى الكاتب سيقوم بقتل جوجو ساتورو. حرفيا هذا الكلام كلام حقيقي، هو ليه الكاتب قام بقتل جوجو إذا كان سيعيده في نهاية المطاف؟ يعني الأمر يبدو غبيا لدرجة ما ولحد ما. فلو نركز فقط، فإن الكاتب كان يريد أن يقتل جوجو ساتورو ليترك الأفضلية للآخرين بدل القصة، والذي هو نفسه يوجي تادوري، ولديك أيضا يوتا والبقية. إذا أظن أنه من الممكن أن الكاتب قتل جوجو ليبرز هؤلاء، إذا لما عسى سيقوم بإعادتهم. وهنا إذ لم يكن سيعيد جوجو إلى الحياة، ما هي الفرضية الثانية لمستقبل جوجو وما الذي سيحصل لجوجو؟ إذا نبدأ الآن، سنتكلم عن خطة جينكاكو العظمى. جينكاكو هذا يا جماعة هو نفسه الذي خطط لكل شيء، هو العدو الرئيسي للقصة. هناك جميع يظنون أن سوكونا هو العدو الرئيسي، ولكن الكاتب خدعنا جميعا. فلسفة الكاتب أصبحنا متعودة عليها، ليس فقط إيتادوري هو البطل، وليس فقط سوكونا هو
العدو الأخير. إذا من هذا المنطلق نبدأ في تفسير هذه الأمور. قلت لكم أنه ليس سكنة هو العدو الأخير، والسبب أن سكنة يريد فقط القتال من أجل متعة. هدفه في الحياة هو قتال أشخاص أقوياء ليستمتع أكثر وتبرز قوته أكبر، ولكن جينكاكو ليس ذلك هو هدفه. هدفه أكبر بكثير من ذلك، يريد أن يعيد عصر الجوجيتسو الذهبي، يريد أن يعيد عصر اللهانات، ويريد أن ينقل البشر إلى الليفل آخر، ذلك الليفل الذي سيقوم بتحقيقه بدمج جميع بكيان تينجين ساما. إذن هناك جماعة من هذا المطلق نبدأ نفكر ونقول أنه هيأ لكل شيء، أعاد سكنة أو ساعد سكنة في العودة إلى الحياة من أجل هذه الأمور. قام بسجن جوجو لكي يكون له الفرصة لإنشاء تلك اللعبة التي تدعى بلعبة الإعدام. كل هذا الأمر يؤكد لك أن جينكاكو هذا الذي عاش الكثير من السنين وهو الكارثة الأكبر هنا. دعونا فقط نستعرض ماضي جينكاكو. جينكاكو هذا إذا معروف عليه أنه يتنقل من بين الأجسام، كان سيطر على كامو نوالاشي، ثم بعد ذلك شاهدنا أنه سيطر على جسد أم إيتادوري يوجي، ولحد الآن لا نعلم كيف تم صناعة إيتادوري يوجي ليتحمل أصابع سكونة، فالأمر له علاقة بجينكاكو. وبعد ذلك أيضا حصل على جسد جيتو، فبعدما مات جيتو خلال قتال ضد يوتا أمر جوجو بالتخلص من جثة جيتو وهناك حصل عليها. إذن كامو نوراشي أو كما يدعى بجينكاكو وهو الذي سيطر على جيتو. هناك إذن استفاد من قدرات جيتو، جسد جيتو، واستعماله وتلاعبه باللعنات لتحقيق جميع مراغبه، وذلك الذي كان نقطة فاصلة في مخططات جينكاكو الذي كان ينتظر تلك اللحظة منذ الكثير من الوقت. إذن هكذا قام جينكاكو بالانتقال من جسد لآخر، ولكن في الفصول الأخيرة من المانجا شاهدنا أن يوتا قام بقطع رأس جينكاكو. هل هذا ليس تأكيد على موت جينكاكو الذي قال في آخر كلماته أن إرادته ستبقى قائمة؟ هل يمكن أنه مات حقا أم أنها ليست سوى سينما ولعبة من الكاتب؟ كما نعلم يا جماعة أن جينكاكو يعتبر عقلا يتنقل بين الأجسام. إذا كان حقا يوتا يريد القضاء عليه علي أن يدمر عقله، وأظن أن يوتا يعتبر من بين الشخصيات الذكية جدا والشخصيات التي تلعب دور كبير جدا في القصة. هل من الممكن أن يكون لم يلاحظ ذلك؟ أمر مستحيل. يوتا لاحظ ذلك الأمر، إذن يمكن أن يكون يوتا هو الذي سيدمر عقل جينكاكو. ولكن لماذا قال أن إرادته ستبقى عالقة، ستبقى قائمة، سيستكمل مخططه كما كان منذ البداية؟ هل يمكن أن لديه قدر عكسي هو الآخر ليعود إلى الحياة؟ هل من الممكن أن جينكاكو سيفعل ذلك ويعود إلى الحياة؟ ولكن إذا تدمر عقله كيف يمكن استعمال القدر العكسية؟ لا أظن أن ذلك أبدا. ولكن بما أن جينكاكو سيكون العدو الأخير وليس رامي سكونة، فأظن أنه سيتمكن بطريقة ما من الهروب من ذلك المكان. وهناك شيء كان حيرني، وهو لما قال جينكاكو لسكونة يجب عليك أن تعدني بشيء ما، ولكن ذلك الوعد لم يظهر، وأظن أنه قال له ستترك جثة جوجو سليمة لكي أنتقل إليها وأحصل على قوة جوجو. إذن من الممكن أن يعود جينكاكو في جسد جوجو يا شباب، لأنه كما نعلم أن جثة جوجو لا تزال موجودة هناك في الأرض. ممكن أن يكون أن يقوم أحد أسباعه بالتقاطها وأخذها لجينكاكو هناك، إذن سنشهده يحصل على الجسد الأقوى. عودة جوجو سينسي من جديد ولكن في هيئة جينكاكو، أو جينكاكو يعود في هيئة جوجو، ذلك سيكون المستر بيس الأفضل في القصة يا شباب، لأننا سنشهد كمية من المشاعر المختلطة. مثلا بطل القصة يوجي تادوري سيتقاتل ضد معلمه، ومن الممكن أن نشهد أن الجميع سيتمكنون من تخليص فوشيغارو من سيطرة سكونة، فكم نعلم حاليا أن القتال أصبح مشتعلا في المانجا. أين قد قام خليفة جوجو ساتورو بمحاصرة المدعو بسكونة؟ وهناك كان إذن إيتادوري والإثنان كانا قريبين من استعمال ذلك السيف للقضاء على روح سكونة، فكما تم تأكيد في المانجا إذا لمس ذلك السيف سكونة فروح سكونة ستتبدد وسيكون فوشيغارو سليما معافى. إذن من الممكن أن يتخلص من سكونة، وهناك سيظهر المعلم جوجو الذي هو
نفسه جينكاكو سيتقاتل مع الشباب، ومن الممكن أن نراه بتلك القوى الأسطورية. سنرى إذن الكثير من الجنون وينجح في مخططه والعالم يصل إلى نهايته. فكما صرح الكاتب أنه سينهي هذه القصة في عام 2024، إذن سيكون أفضل نهاية مانجا في التاريخ إذا حصل ذلك. شخص عرف بالأقوى، شخص طيب لطالما كنا نحبه كثيرا، تم السيطرة على جسده وأصبح عدوا للجميع، أصبح عدوا لإيتادوري الذي لحد الآن يا شباب لا أعلم كيف يخطط الكاتب لإعطاء قوة لإيتادوري يوجي، لأنه يعتبر أضعف شخصية. حتى سكونا قال إنك ممل، أنا لا أريدك، ابتعد أيها القمامة. نعم كان يلهو مع الجميع، ولكن لما وصل الأمر إلى ذلك الشخص الذي كان هو يوجي، يوجي ليس قويا ولا يمكن أن يظهر قوة ما من العدم هكذا فقط. من الممكن أن يكون هناك سر ما في جسد يوجي وقوة ما في جسد يوجي، فلما صنعه جينكاكو صنعه من أجل شيء واحد، وهو أن يكون وعاء لسكونا ويتحمل قوة سكونا. ولكن أظن أن ذلك الجسد بما أنه تحمل قوة سكونا فمن الممكن أن يمتلك قوة أكبر ويحصل على قوة كبيرة جدا. ويذكر أيضا أنه آخر إصبع لسكونا لم يظهر لحد الآن، سكونا لم يحصل على إصبعه الأخير، أين هو يا ترى؟ هل يمكن أن يكون له علاقة بإيتادوري ياجي الذي سيتناول تلك الإصبع ويحصل على قوة سكونا من جديد ويقاتل ملك لعنات بقوته الحقيقية؟ إذا حصل هذا الأمر سيكون تفوق كبير جدا للكاتب يوجي يا شباب. النظرية لا تزال قائمة، إذا يمكن أن يعود جوجو ساتورو في الحالتين، والحالة الأخيرة هي موت جينكاكو وموت جوجو ساتورو وظهور شخص ما سيستكمل كل ما أراد جينكاكو أن يقوم بفعله. ما رأيك بهذه النظرية؟ أخبر برأيك في التعليقات. إن لم تشترك فاشترك وحط لايك في التعليق، وسنلتقي في المقطع القادم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.